مرحبا، كيف كان اخباركم اليوم؟ جاي لكم فيديو جديد، وقبل ما نبدا هذا الفيديو لازم نعمل شير سبسكرايب هندي. نبدا انا اليوم على فكره كنت طالعه بس نسيت اقولكم وين طالعه، اشتري هيك اشياء ورايحه على الملاهي، حب انا ومسموس ونقعد هيك. فانا كثير بشكركم وبحبكم، نسيت اقولكم هاد الشيء وحبيت اقولكم. طبعا الساعه هي الساعة هي 4، الساعة 4 يعني بتوقع ولا إشي الساعة ولا إشي. وبعدين رح تصير 5 لأنه بابا على فكرة بيجي على 5. الباي باي، ما رح أتأخر عليكم بالفيديو عشان ما ينزلش.